أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكرتم أن العدل واجب بين الأولاد، ولكن والدي يميل لأحد إخواني لأنه هو الذي يسكن عنده ويقوم على خدمته لكبر سنه، وربما خصه ببعض الهدايا البسيطة، فهل فعله جائز؟ هذا غير جائز، هذا لا يجوز أن يخص أحد أولاده بشيء دون الآخرين. وأما أنه هو اللي يقوم، هذا واجب عليه، وهذا بر وثوابه عند الله سبحانه وتعالى، فلا يفسد أجره وثوابه بهذه النحلة أو الخاصية. نعم.